بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم حول التطورات الأخيرة في العلاقات الخليجية الروسية، وحديثنا اليوم حول مجلس التعاون الخليجي والحوار الاستراتيجي بينه وبين روسيا، والذي عقد في موسكو اليوم الاثنين. كان هناك بيان مشترك لهذا الاجتماع. هذا الاجتماع أكد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والازدهار في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، وأيضا مواجهة التحديات والأزمات بالطرق السلمية، وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاعات من خلال المفاوضات. طبعا الوزراء بدول مجلس التعاون الخليجي رحبوا بالوساطة بهدف تهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعبروا عن أملهم بأن تؤدي هذه الجهود إلى سلام عادل وشامل ودائم. الوزراء أيضا أكدوا على أهمية وصول الأغذية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية، طبعا الصادرات الأوكرانية، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية، وذلك للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة من الحرب. أيضا الوزراء رحبوا بالاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران، والذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وذلك على أمل أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية، طبعا بالحوار والطرق الدبلوماسية. الوزراء أيضا أكدوا على دعمهم لخفض التصعيد وإجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة من أجل تعزيز وضمان الأمن في هذه المنطقة التي تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة للعالم، وأكدوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية في منطقة الخليج، والتصدي للتهديدات لخطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي. أكدوا أيضا على أهمية استئناف عملية سلام ذات مصداقية للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان وكافة الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس والأماكن المقدسة فيها. وأيضا عبر الوزراء عن دعمهم للوضع التاريخي القائم في مدينة القدس والأماكن المقدسة فيها، وعن دعمهم أيضا للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأشادوا بجهود المملكة العربية السعودية لإحياء مبادرة السلام العربية، وأخذوا علما طبعا بالمقترحات الروسية التي قدمت في الاجتماع بهدف تعزيز الدعم الدولي والإقليمي لعملية السلام. وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء الغارة الصهيونية الأخيرة على جنين وما أدت إليه من خسائر بشرية. الوزراء أيضا أشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان نحو تسوية سياسية في اليمن، وأكدوا دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة رشاد العليمي، وأعربوا عن أملهم في التوصل لحل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية والآليات التنفيذية،
المقترحة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ودعوا جميع الأطراف اليمنية إلى الشروع على الفور في مفاوضات مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة والالتزام باستمرار الهدنة ودعم الاحتياجات الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب اليمني، كما دعا الوزراء الأمم المتحدة وجميع الدول للتعاون لاتخاذ موقف حازم ضد ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع الجهود الدولية لحل الأزمة. أيضا أكد الوزراء على أهمية الحفاظ على سلامة الأراضي السورية واستقلالها ووحدتها وسيادتها، وأعربوا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون، وأكدوا الحاجة إلى المزيد من الجهود الدولية لدعم وساطة الأمم المتحدة في عملية سلام بين السوريين لتحقيق التسوية الدائمة للأزمة السورية. ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي هذا الصدد أحيطوا علما بأنشطة محادثات أستانا في سوريا. الوزراء أكدوا أيضا على أهمية الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، ودعوا إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي لمساعدة الأطراف الليبية للتوصل لحل سياسي وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار. الوزراء أيضا أكدوا على دعمهم لمحادثات السلام في جدة والجهود الدبلوماسية لتمكين الأطراف السودانية من التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق بيجنب الشعب السوداني ويلات الحروب والنزاعات ويلبي تطلعات السودانيين ويساهم في تعزيز أمن السودان واستقراره وازدهاره في جميع المجالات. وأشادوا أيضا بدور دول مجلس التعاون في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان وتقديم العون الإنساني للسودان. الأمين العام لمجلس دول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أكد أن الاجتماع الوزاري المشترك مع روسيا خرج بخطة عمل مشتركة ونتائج تخدم مصالح الجانبين. وأيضا قال خلال تصريحات أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بروح إيجابية وشفافة، وتم تبادل وجهات النظر حيال العديد من الملفات الإقليمية والعالمية وإقرار خطة العمل المشتركة الخليجية الروسية 2023-2028 التي تهدف إلى تقوية العلاقات وتبادل الخبرات في العديد من الجوانب. طبعا هذا التعاون الخليجي الروسي يأتي على حساب التعاون مع بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت تتراجع وتنكمش شيئا فشيئا، لم يتبقى لها في دول الخليج سوى قواعدها العسكرية. أيضا هذا لافروف يتحدث أنه مستعد لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب، وهذا طبعا يغنيهم عن الحبوب الأمريكية. وقال في مؤتمر صحفي بعد الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي الروسي ومجلس التعاون الخليجي، قال بأنه نبيع الحبوب كما بعناها سابقا، نفي بجميع التزاماتنا دون استثناء، نحن مستعدون لتلبية جميع الاحتياجات بما في ذلك الاحتياجات الإضافية لشركائنا العرب، ولا توجد أي عقبات أمام ذلك. وقال أما بالنسبة للجزء الروسي من هذه الحزمة صفقة الحبوب فلم يتم تنفيذه على الإطلاق في أي من نقاطها. لقد سمعنا منذ عدة أشهر من ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة أن الأمين العام ونوابه الذين صدرت لهم تعليمات بالتعاون مع هذا الأمر يبذلون جهودا لا تصدق، لم تؤدي هذه الجهود التي لا تصدق إلى أي نتيجة على الإطلاق. طبعا الأمم المتحدة تتصرف
في الملفات الكثيرة وفق التعليمات الأمريكية. لافروف أيضا قال لا ينبغي التضحية بحل القضية الفلسطينية في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية، ويقول أيضا إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، واعتبر أنه لا ينبغي التضحية بحلها في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية. طبعا يقول أيضا أن القضية الفلسطينية لا تزال هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، وأنه لا ينبغي تأجيل البحث عن سبيل أو عن سبل معترف بها دوليا تضمن حلها في إطار حل الدولتين، كما لا يجوز التضحية بها في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية. وأنه وزير خارجية قال أيضا الاجتماع طبعا أكد على وقف الإجراءات الأحادية أحادية الجانب الموجهة نحو تصعيد العنف وتعزيز الوضع الراهن في المناطق الفلسطينية. هذا كل شيء حول اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا. نتمنى التوفيق لدول مجلس التعاون الخليجي، وأنه تغيير الوجوه رحمة، والخروج من عباءة الأمريكان فيه مصلحة كثيرة للأمة. يكفي ما نهبوه من مقدرات وخيرات هذه البلاد، ربما تكون الحقبة القادمة مع روسيا والصين أفضل كثيرا من الحقبة الغابرة مع الأمريكان والصهاينة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.